بصي بقى، احنا معانا على التليفون يعني كابتن عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الاجسام دلوقتي على التليفون. يا كابتن دكتور عادل عادل. بونجور، بنرحب بحضرتك. اهلا يا حوانتس، صباح الخير عليك. صباح الهنا و صباح الخير لكريم. صباح الفل صباح يا الخير فندم، يا اهلا دكتور. بيك. صباح الخير لنجمتنا حكمتنا السعوديه القديره مرام، وسعيد جدا ان انا اكون معاكم. لا مرام بصراحه احنا سعداء بيها كمان شخصيا، لان بنحب جدا النماذج النسائيه اللي هي بتروح وبتطور من نفسها وبتروح وكمان تشتغل في مراكز يمكن مش كومن او مش مالوفه للمجتمع بتاعنا وبتنجح فيها، فده بيكون تحدي في حد ذاته، فبجد نموذج جميل. بس عايز اروح بقى مع حضرتك كابتن عادل برضو لكام نقطه كده. يعني مبدئيا خلينا نطمن على التحكيم من حضرتك، خلينا نطمن على ملف كمان ابطالنا في الفترات اللي جايه والتحديات اللي بيواجهوها. اتفضل كابتن عادل. اولا التحكيم عندنا وبصفه خاصه التحكيم الدولي ده شيء يعني مقدس، لان التحكيم الدولي لا يصدر الا عن طريق الاتحاد الدولي وعن طريق امتحان في بطولات العالم. جميل. وحكامنا الدوليين زي كل الحكام الدوليين في كل حته في العالم بيحصلوا على التحكيم الدولي بعد اختبارات صعبه. واغلب الناس اللي بتروح للامتحانات التحكيم بتسقط اول مره. الحمد لله لا نستطيع ان نتحدث عن حكامنا الدوليين لان هم مميزين، وانت معاكي الحكمه الدوليه النسائيه الوحيده اللي موجوده في العالم اللي هي مرام، وهي حكمه قديره، وانا متاكد ان هي يعني هيكون لها شان كبير وهتغطي على كل اسئله المستمعين او المشاهدين. جميل. بالدعم من حضرتك يا دكتور، انا عايز اقول دكتور عادل يعتبر الاب الروحي للعبه، كمان لعبه كمال الاجسام، حقيقي بيدعم الجميع. وعايزه كمان اوجه تحيه لو تسمح لي يا دكتور لابطالنا اللي هم شاركوا في بطوله العالم في اسبانيا وحصلوا على 12، ابطالنا في كمال الاجسام الابطال المصريين وحصلوا على 12 ميداليه متنوعه ما بين برونزيه وفضيه وذهبيه، وده طبعا من دعم من دكتور عادل فهيم اللي بيدعم الكل. رائع جدا، دي نقطة حلوة جدا وإنجاز بيضاف طبعا للرياضة المصرية كابتن عادل. فخلينا كمان نعرف التحديات اللي جاية، يعني طمنا كمان على أبطالنا في التحديات الفترة اللي جاية كابتن عادل، اتفضل. هي مصر لها مقام، خلينا نسميه مقام رفيع في كمال الأجسام على مستوى العالم. الاتحاد الدولي اللي بتشرف إن أنا النائب الأول اللي رئيسه في 204 دولة، وده رقم قياسي لاي اتحاد. اعتقد ان هو في التوب 5 من حيث عدد الدول المشاركه في اي اتحاد دوله في اي لعبه في العالم. فكمال الاجسام لعبه عريقه لها تاريخ. مصر دوله متميزه في اخر 30 سنه. مصر خدت بطوله العالم على فكره بتقام مره سنويا في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر من كل عام. فمصر اخر 30 سنه خدت 13 مره اول عالم في ترتيب الدول مش في ترتيب الافراد. حلو جدا. جمعوا النتائج بتاعه الابطال، واللي بياخد اعلى نتائج بيبقى الاول ثم الثاني وهكذا. فمصر 13 مره خدت بيسموها في الكانتري بليس من ترتيب الدول اول علم 13 مره، منهم 9 مرات ورا بعض. واو. وده مسجل في موسوعه جينيس. خدنا ثاني علم 8 مرات، خدنا ثالث علم 3 مرات. ما عندناش بطولة عالم بيبقى فيها عدد دول أقل من 100 دولة، فده تميز طبعاً لمصر، وده بقى سحر الفراعنة بقى. أكيد. طيب كابتن عادل، يعني بص على الجدران بتاعة المعابد. طب فرعون شكله بطل. صحيح. شكله صحي. فالحمد لله مصر متميزة وهنستمر في التميز. وبما إن حضرتك سألتي السؤال ده، حابب أقول للناس كلها من خلالكم كده سبق إن السنة دي مصر هتنظم البطولة العربية 22 دولة عربية، وهتنظم البطولة الأفريقية في مصر، فده هتبقى هديتنا لجمهور مصر إن شاء الله. عظيم وموفقين إن شاء الله. طيب كابتن عادل، عايز أكلم حضرتك في تفصيلة كده ليه علاقة بطبيعة وخصوصية الرياضة دي بالتحديد اللي هي كمال الأجسام. ليها متطلبات كتير على عدة أصعدة، ولا سيما بند التغذية اللي في بعض الأحيان ممكن يكون بيشكل عبء مادي على أبطال مستقبليين في هذه الرياضة، فإيه دور الاتحاد في هذا الإطار؟ والله شوف الاتحاد يعني إحنا ميزانيتنا نص مليون جنيه. وإحنا بنصرف سنوياً أكتر من مليون جنيه، وإحنا مش من الاتحادات اللي بنقول محتاجين وعايزين ومش عارف إيه. إحنا بنجتهد وبنحاول
نعيش مع الظروف الاقتصاديه بتاعت بلدنا. اللعبه 50% منها تدريب و50% منها تغذيه. لعيب كمال الاجسام ربنا يكون في عونه. يعني احنا قد ما نقدر هنساعد، بس مهما ساعدنا لن نستطيع ان نحقق اللي مطلوب من البطل. وده قدر هذه اللعبه. وعلى فكره الاغلبيه العظمى من الابطال في هذه اللعبه هم متوسطي الدخل واقل من متوسطي الدخل كمان. صحيح. طب حد زي بيج رامي يعني البادجت كمان والنجاح المدوي على مستوى العالم اللي بيحققه باستمرار، هل ده مثلا كان عنصر جذب باي حال من الاحوال للرعاه عشان يدعموا ابطال كمال الاجسام؟ هو الرعاه يعني الرعاه الراعي الذكي يختار كمال الاجسام لانها لعبه مشرفه ولعبه لها قبول كبير جدا. صحيح. عدد ملاعب كمال الاجسام اللي هو الجيمنيزيوم تفوق ملاعب كره القدم. كمال الاجسام تاتي في الشعبيه رقم 2 لان عدد الجيمات اللي موجوده في اي بلد في العالم تزيد كثيرا عن عدد ملاعب كره القدم. الجيمنيزيوم مش بس بيخدم على لعيب كمال الاجسام، الجيمنيزيوم بيخدم على جميع الالعاب دون استثناء. طبعا. فالراعي لازم يضع هذا في الاعتبار. الراعي لازم يضع في الاعتبار ايضا النتائج والامتيازات اللي بيحققها ابطال كمال الاجسام وهم كثر. فانا يعني الحقيقه يعني عارف كويس قوي مصادر القوه اللي موجوده في لعبتي، لكن مش هجري ورا الرعاه. انا لاي حد حابب ان هو يبقى راعي بساعده وبشرح له احنا نقدر نقدم له ايه وهو يقدر يقدم لنا. طيب إيه؟ انا عندي سؤال دكتور عادل لو تسمح لي. حضرتك ذكرت ان البادجت بتاع التغذيه لوحده كبير، ومعظم الابطال لهذه اللعبه تحديدا من متوسطي الدخل ومحدود الدخل شويه، فالحل هنا بيكون ازاي لو الاتحاد مش قادر ان هو يوفر او يهتم بالبند ده، اللي اكيد بطبيعه الحال احنا متخيلين ان هو بند يعني بيكلف بشكل كبير. الحل بيكون ازاي لو في لاعب ما عندوش امكانيات تماما؟ هنا بيحصل ايه؟ اللعيب البطل، اللعيب البطل عنده رعاه. رعاه بيتفاوتوا من رعايه كامله لنص رعايه لجزء من الرعايه. لكن لعيبه كمال الاجسام زيهم زي دكاتره، عارفين كويس قوي يعني ايه جسمهم، يعني ايه التغذيه الصحيحه، عارفين ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه. وبعدين على كل المستويات وعلى كل الليفل، حتى في البروتين في حاجات غاليه مثلا قوي زي اللحوم وفي حاجات اقل غلا. فلعيب كمال الاجسام ناصح جدا وعارف جدا، نفس الوقت معذور جدا لو هو مش معروف قوي، فبتبقى عنده مشكله لان الغذاء شيء مهم جدا بالنسبه ده الاتحاد ما بيوفروش هنا او ما بيساعدش باي شكل يعني؟ صعب جدا ان الاتحاد ميزانيته السنويه نص مليون جنيه، يعني اقل من 50,000 جنيه مثلا في السنه، يستطيع ان هو يساعد في هذا البند. وخصوصا ان الابطال عندنا الابطال العالمين، انا عندي 30 بطل عالم. ما هو عشان عندي 30 بطل عالم لازم يبقى عندي بادجت، يبقى الاتحاد محتاج دعم اكتر من كده. وفي قصادهم 300 في الطريق للبطوله. بالظبط. يعني عندنا تسلسل ابطال بشكل غير عادي، عندنا مشكله بيعوضها الشغف الغير عادي والحب الغير عادي لبطل كمال الاجسام للعبه. يعني بالتوفيق انتوا على كل حال دكتور عادل. ما يقدم من هذه اللعبة يعني هو شيء بجد فخر لينا جميعا، عشان كده الواحد بيبقى نفسه ان يكون في توفير يعني بادجت اكتر من كده للاتحاد، يقدر الاتحاد من خلالها ان هو يقدر يخدم على الابطال بتوعنا، خصوصا ان هم مش ابطال وبس، دول ابطال وبيرفعوا اسم مصر في محافل دولية وبيحصلوا على مراكز اولى وذهبيات، فلازم يكون في اهتمام اعتقد اكتر من كده. فبالتوفيق ليكم في الخطوات اللي جاية، وان شاء الله الموضوع ده كمان يحل بشكل افضل الفترات والسنوات القادمه. شكرا ليك بإذن جدا. باذن الله. واحنا هنتابع وبنشكركم على اهتمامكم ورعايتكم. اكيد اكيد. وبرحب بمرامكو وغدا معكم في البرنامج. واحنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا كابتن عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري. نقطه مهمه قوي كريم.